اهلا بيكم في مطبخ بيتزا شيف. هنعمل النهارده مع بعض الشيش طاووق. عندي مقدار من صدور الفراخ، وممكن تعملي بالفراخ كامله، اهم حاجه تكون مخليه، بس انا بستخدم صدور الفراخ وبستخدم الوراك في حاجات تانية بعمل بيها طواجن، فاستخدمت بس الصدور. المقدار اللي يناسب معاكي. وعندي كميه من البصل متقطع، وكميه من الفلفل، وكميه من الطماطم، وعندي الملح وفلفل اسمر ومجموعه من البهارات، بابريكا وجنزبيل وكزبره المتوفر ليكي، وعندي مقدار من الخل والزيت وعصير الليمون وعسل النحل متوفر عندك. وكوبايه من الزبادي. نبدا نحط المكونات على بعضها. نقلب المكونات كده بعضها كويس، ونسيب الخلطة ديت لمدة ساعتين، وبعد ساعتين نبدأ نظبطها. ونتبل بقى الخضار اللي عندي، الفلفل والبصل والطماطم، وبعض من الملح والبهارات. نبدأ بقى نرص الحاجة. ناخد شريحة من البصل مع قطعة من الدجاج، بينهم طماطم، ناخد شريحة كمان، ناخد فلفل، خلص لكم بقى الكمية، وريتكم الطريقة، خلص لكم الكمية نسويها ان شاء الله. رجعت لكم بعد ما خلصت الكمية يا جماعة، اقول لكم على نظام التسوية. اما هتسويها على الجريل من فوق او الفرن، بس في الفرن هتبدأي تقلبيها على جميع الاتجاهات، او هتكوني فاتحة بقى شواية الفحم عندك وعايزة تشويها على الفحم، فانت عندك 3 انواع من انواع التسوية، اختاري المناسب ليكي والمتاح ليكش. رجعت لكم بعد التسويه، ده منظر الشيش طاووق. وزي ما قلت لك، لا تسويه في الجريل على البوتاجاز من فوق، او في الفرن، او على شوايه الفحم، وتقدميه مع اي حاجه. وانا مقدماه النهارده مع الطاجن الرز بالوراك، وهنزل لك طريقته في حلقه تانية باذن الله. وبالف هنا وعافيه.